وخلال كلمة بهذه المناسبة وجه الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن الشكر للشعب الأردني لوقوفه إلى جانبه وجانب البلاد حتى في أصعب الظروف، كما أكد العاهل الأردني أنه يتشرف بخدمة شعب عظيم شامخ ويفخر بكونه واحدا منهم، متعهدا لهم بأن يحافظ على الأردن عزيزا كريما آمنا مطمئنا. أقف اليوم بين شعب عظيم شامخ تشرفت بأمانة خدمته، وكل فخر بأن أكون أردنيا. فالأردن هو إنجاز في أقصى الظروف ومثابرة في أصعب الأوقات وثبات على الحق في أشد المواقف. هذا هو الأردن الذي إليه ننتمي، الأردن الذي بنيناه معاً.